خاصه قضيه التجاره. صادر هذه راهي امانه اولا، التاجر امانه. الوزير حنا ثاني مضرارين. ايه نعم. شوف هذا هذا عندك حق تطرحه، ولكن هذا غير مبرر للممارسات اخرى. هذه باش نفهموها، اخدم انت بالحلال، حط الامور تاعك في اطار منظم ندرسوها ونحلوا مشاكل. هو لقاء مباشر لطرح الانشغالات واقتراح الحلول، حيث اكد وزير الفلاحه والتنميه الريفيه شريف عماري امام عدد من الموزعين على ضروره تكثيف المتابعه والمراقبه. ان شاء الله الدوله راهي تحضر في اجراءات اخرى باش نخدموا بالاسعار الحقيقيه والدعم يروح للمحتاجين، ولكن ريثما نوصل هذا لازم نحميو هذه التحولات ولازم نقدموه جميع، يعني نجندوا جميع التدخلات العموميه خاصه والمجتمع المدني حتى هما يشاركونا. وفي ذات الزياره وبململه بير خادم التابعه لمجمع جيبلي، عاين الوزير انظمه رقميه ستضمن عصرنه في التوزيع. دونك هذه جبتوها جديده، ماذا بيا هذه تتوسع رابيدمون على لسات هذو اللي عندك باش التوزيع يمشي آليا، ما يدخل فيه حتى واحد منا، تروح ديريكت الموزع ونحافظوا على الكميات اللي تتوزع ونقصوا من اللي فيت هذوك. هذا يخلينا نتفاداو يعني تلاعب في مع الموزعين، كاين كميات اللي كانت تروح وتحسب على ظهر الشركه. ومع تضافر الجهود يمكن الحد من المضاربه وضمان الوفره.